نجموا نسمعوك مليح. أمال، نعم، عندك أولاد في سن المراهقة ولا أنت عشت سن المراهقة؟ أنا عشت سن المراهقة وأخواتي معناتها شفتهم، معناتها كان في تعب في أمي وبابا. أي يا أخي معناتها سبحان الله راهو ريجة أنا بنتي أنا وأخواتي معناتها. سامحني حاول قرب لأنه ما نسمعش فيك مليح. بيناتك انت وخوك 14 عام؟ اي، وكي كنت انا مثلا عمري 7 سنين وكذا، هو معناها كان كبير علي ب 14 عام، كنت نرى في معناها ونرى في التصرفات نتاعو ونرى في بابا كيفاش يحكي مع امي عليه هو. برشا فرزات يعمل فيهم، وكان قبل معناتها هو صغير معناها ما في العمر هذاك يمشي مثل ما صبح يمشي يشوف معناها يمشي يعمل على روحه يحاول يتحمل مسؤولية. اي هو لا يفقد كذا هكذا معناتها اعطيني 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 وكهو، خاطر بابا ما تعايش في البلاد برشا. اي يا اخي معناتها انا نشوف فيه عاد يعملها بابا يقول لها ماما معناتها يقول لها هذاك يكبر عمر 28 عام تفكري وكلامه صحيح تقوى معناها كلامه صحيح يقول له معناها ديما يقول لي راهو كبر معناها وكذا وقارف معناها من غير خدمة ومن غير معناتها ما كان مسؤولين ما تحملهاش في عمره معناتها. إذا أنا نفهم أنه أمال الوالد نتاعك كان مدلل ياسر خوك اللي هو أكبر منك ب 14 سنة، اليوم عمره 29 سنة ما يخدمش لأنه استانس أنه كل مرة يمد يده وبوك ما كانش يردع فيه وما كانش يحطه في الطريقة الصحيحة. بابا مسكيك ما يضربش أي ما يضربنيش جملة لا ولاد لا حتى شيء. فهمتي كان معناها عمره في ال 14 15 ديما ينفع فيه برا يشوف حاجة برا أعمل حاجة خاطر هو بطل مسخرة برا أعمل حاجة برا يشوف حاجة كذا راك تندم راك تندم راك تندم راك تندم وصل عمره 29 تندم ولا وقتها يلوج على خدمة ولا حارس كذا والحمد لله يا ربي تو يخدم بس عليه وتحمل مسؤولية وفهم الدنيا وشيء فهمتي. أما الحياة الكل رجعت علينا احنا الاثنين معناها ديما السلطة شبه أخويا بتاع بابا فهمتني. دونك توا أخوك هو اللي قاعد يتحكم فيك نوعا ما. كي كنت صغيرة معناتها كي كنت صغيرة أي أي كنت صغيرة بابا يمشي يخدم معناتها يبقى أخويا في الدار فهمتني. أنا مثلا نجي نعمل لك الحاجة ما تعملش هذيك ما تعملش هذيك ما تمشيش هذيك ما تعملش فهمتني. مسيطر علينا في بلاصتي معناها واخذ دور البو. أي وكان كيفاش ردة فعل الوالد نتاعك وقت اللي تحكي له بصعوبية خوك؟ الوالد بابا ما عندوش غير المشاكل ما يحبش المشاكل يقول لك ما فيهاش خوك واسمع كلامه عايش بنتي معناها وكان حاجة غلطة معناها على طول يقول لك لا حتى ما يخليش يفوت حدوده فهمتني؟ هكذا امي زاد امي تعارك فيه كل اخطائها مسيرها معناها ما تخليهمش كذا واحنا وهاني انا نراسيه كيف يتصرفوا كذا. إذا أنا اللي نفهم اللي نفهم إنه أمال لأنه بوك ما كانش صارم كان عاقل ياسر كان هادئ ياسر في تصرفه مع أخوك اللي ضيع فترة من حياته مع البنات مع الكل دونك انت كنت تتمنى انه بوك يكون فيه عنده شويه صعوبيه هو ماسك بزمام الامور اكثر. انا تمنيت الصعوبيه جات في بابا خاطر خويا معناتها مهما يكون يجي نهار معناتها عرفت انا تو الحمد لله تو كومي معناتها الواحد معناتها يتذكر انه هو معناتها كان هكا يسيطر عليه وكذا ما يتذكرش انه كان خو معناتها يسيطر عليه. بالنسبه للاخر قبل كان معناتها خويا الاخر هذايا قبل كيوصل عمره 14 15 عام سمع كلام بابا على العكس معناها سمع كلام بابا ويخدم على روحه من الصغر. اي ومش عندي لا تفعلي كوزات اللي بدي كذا تاني حق ما تنسني عادي لانه يمكن اخوك اللي اصغر شاف تجربه اخوه اللي اكبر دونك اعتبر من التجربه هذيك وكان يسمع في كلام بوك الاخر كان مدلل اكثر لانه هون نحكيو على معادله خلينا نحكيو امال نحكيو على معادله معناتها صعب برشا ما يوصلش ولكن التساهل برشا زادة ما يوصلش اليوم لازم نلقاو المعادله والاعتدال في التصرف بين الولي وبين الصغير في
في سن المراهقة حتى يوصل يحقق نجاحات، يوصل يحقق معناتها نجاحات في قرايته في حياته العملية، مش كيما خوك الكبير اللي كان بوك، رغم اللي بوك كان متسهل معاه، هو كان صعيب معاكم انتوما البنات ويحب يفرض السلطة متاعو. به هاني من بين التجارب اللي عاشوها الناس. ما زلنا باش ناخذوا تليفوناتكم، باش ناخذوا حسام معنا على التليفون. مرحبا بك سي حسام. مرحبا سي حسام. عسلامة. شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس الحمد لله. باه سي حسام، باش تحكي لي على ولدك في سن المراهقة، باش تحكي لي على سن المراهقة اللي تعاديت بها أنت، احكي لي. لا أنا المراهق فيدو. أنت المراهق فيدو. أي احكي لي. خلصت بستي معني. أي. أي كبرت شوية. أي. انحرفت برا. أي. إيش معناتها انحرفت؟ ما عرفت دي من برا، دي من برا، من بين عشر برا في الشارع. معناتها أمي ديما في جرتي. أي. عندي خوتي زوج بنات. أي. ديما في جرتي. أي. مشيت بعد الإصلاحية. مشيت الإصلاحية. أه. علاش مشيت الإصلاحية؟ على ضربت واحد. ضربت واحد، معناتها عنف. ضربت واحد في وجهه شلطته. شلطته، أي. أه. بعد تكبرت. أي. مشيت حرقت. حرقت. حرقت الحاجة. أي. مع برا واحد ودم التعبة. اي روحت رزت بديت الجو احلى جو نعمل كيف. ما عندي حتى بروبليم. بعد رجعت لي المراهقة مرة أخرى. رجعت لك المراهقة مرة أخرى. مرة أخرى. ممكن المراهقة المرة الأولى أبرك من المرة الثانية. المرة الثانية شنو اللي شفته أخطر؟ لأنه كي تقول لي المرة الأولى أبرك، تقول لي أنا خرجت من ستي ماني، انحرفت، مشيت للإصلاحية، شلطت واحد، حرقت الإيطاليا، أمي تعبت، معناتها عائلتك تعبت في جرتك، الوالد متاعك هل كان شد بزمام الأمور؟ كان صعيب وإلا لا؟ أعطيني أكثر تفاصيل. ماهوش موجود. ماهوش موجود، كانت الوالدة وحدها. متوفية. الله يرحمه. باهي، إذا أنت الكبير في إخواتك ولا أنت؟ أنت الصغير بكل. معناتها أنت قريد العش. قريد العش. باهي، وإخواتك الآخرين بنات ولا أولاد؟ بنات. كلهم بنات، باهي. دونك وكأنه أنت لقيت روحك الراجل الوحيد في الدار. أكبر مني برشا، معناتها إخواتي البنات نخاف منهم. إخواتك البنات كنت تخاف منهم؟ آه. هما كانوا صعاب في التعامل معاك؟ صعب. باه احكي لي على سن المراهقة توا، شنو هو سن المراهقة توا؟ ولد اكثر من قولك. اي احكي لي. انا ولد توقيع معناتها بس كل شهرين ثلاثة نحرق الإيطالي. كل شهرين ثلاثة نحرق الإيطالي. اي كل شهرين ثلاثة تحرق؟ وتحرق في شقف معناتها؟ معناتها تقريبا من هنا جيتي انا شهرين ثلاثة نحرق. باهي، وتحرق وترجع كيفاش؟ هما يرجعوك لبلادك ولا انت ترجع بإرادتك؟ هربت مرتي من جندرو. اي مرتي من جندرو ومرتي رجعوا من جندرو. انا حرقت تسع مرات. تسع مرات، باهي، وسامحني في الحرقة، معناتها ما منعت مرة الأولى، الثانية، الثالثة، نعرفوا اللي فما عباد تغرق وتموت في البحر، ما كنتش خايف على روحك، على الوالدة نتاعك؟ ما كنتش خايف على عباد تغرق، هذيك عباد يخرجوا كمية كبيرة ياسر ويخرجوا من بلايص بعيدة، وأنا محسوب ديما نخرج من منزل تميم قريب البونت العادية تلقى نورمالمون. باهي. غير الحرقة هذه اللي ولات لك محنة، شنو آخر كي تقول لي اليوم انحرفت أكثر من قبل؟ أي حتى مش في بلادي، معناتها حتى مش توقف في إيطاليا وهذي. أي. مش معناتها مشيت في البارير
الانسان ديما نطير مش ما ناقشه. سامحني ديما شنو نطير نهبط مش ما ناقشه. تهبط مش ما ناقشه معناتها كحول مخدرات وما تابع وما تابع مش معناتها برشا اكثر مشاكل. ومشاكل تعملهم غادي في ايطاليا، شنو اللي سمحني يخليك كل مره ترجع لايطاليا؟ شنو الحاجه اللي قاعده تجلب فيك؟ خاطر تونس ما عادش تعيش فيها. ما عادش تنجم تعيش فيها. ما عادش تونس ما عادش تنجم تعيش فيها. الوالده ما زلت موجوده حسام؟ شو؟ الوالده ما زلت موجوده؟ موجودة ربي يطول في عمرها. تعبتها وانت صغير وقعد تعب فيها وانت كبير برشا ولا اقسم بالله انا نحكي لك معناتها مراقبة تو معناتها تريب دوبل مرة في مرة ما تقبل. لكن الغريب في الامر يا حسام انك انت واعي انك قاعد ماشي في ثنية غالطة وفي طريق ماهوش صحيح، رغم هذا تواصل، شنو اللي يخليك تواصل؟ علاش انا خليني نواصل؟ انت معناتها البلاد البلاد حتى تبدلت الدنيا كلها تبدلت معناتها. اي لكن تبدلت مش عليك انت كهو حسام، تبدلت على الناس الواحد تبدلت علينا، تبدلت على عبير، على عزه، تبدلت على الناس كل، هزينا روحنا مشينا حرقنا وعملنا سر المراهقه. شفت حاجه اقسم بالله والله قد نعمل قد نعمل قد نعمل اما ما فقتش نتاع الناس وقت فقتش نتاع الناس وما فقتش نتاع الناس. ما تضر في روحك انت؟ ما اكثر تكيكه فهمت اكثر تكيكه اكثر تكيكه. اما انت انت هل انك واعي بصفه غير اراديه او لا اراديه قاعد تضر في الوالده زاده؟ هك قاعد تضر في الناس؟ أمي توم أمي توم ريقنا معناتها من نوم الماء. شفت أمي. إيه. إيه. تدخلني أنا في إيطاليا فرحانة وتدخلني في تونس تدخلني في تونس تدخلني فرحانة. يمكن تعودت بالحياة نتاعك وبالعمايل نتاعك يا حسام. فقط نحب نسأل حاجة باش نرجع بيك للصغرى، شنو اللي خلاك تنحرف؟ شو اللي خلاني نحرف معناتها بديتها معناتها نتبع في الكورة. في الكورة؟ باهي. تبعت بالكورة ياسر ونحب الكورة برشا ونتوا نحب الكورة وجمع الكراجي وكل شيء. اي. من بعد الكورة معناتها تعلمت برشا حاجات. ما تقوليش الخلطة لأنه أنت حطيت روحك مع أشخاص يمكن علموك وغيره باهي، لكن هل شنو اللي كنت فيه؟ مش تقول مش تقول مش برشا عباد يقولوا خلطة، الناس الكل نعلموا في بعضنا. أي لأنك أنت مساهم زادة، أنت بدك تعلم بعد. تو مش تجيب جروب في خمسة ستة وأربعة من الناس ثلاثة من الناس، كل ما تنسجلوا في بعضنا الحاجة هذيك. لكن حسام انا نحب نعاود نرجع بيك للصغرى، هل مثلا لانه كنت فاقد للوالد كانت الحكايه هذيك مقلقتك؟ هل لانه يمكن الوالده كانت متساهله معاك هذاك اللي خلاك انت تنساق في ثنيه اخرى؟ اعطيني شنو اللي، هل ما فماش مثلا حوار؟ هل لانه ما عندكش خوك مثلا تتبادل معاه اطراف حديث؟ عندك خواتك كبار فارق السن بيناتكم؟ مش على مش على مش على خويا انا اختي اختي اي اختي هذه تو عرفت بصغارها ونخاف منها. كان فما علاقة رعب معناتها علاقة خوف بينك وبين شخص اللي هو من دمك. ولا وكنت في فترة ما الخوف هذاك باش تظهر رجولتك وجدعنتك كما نقولوا، انك انت جدع تمشي تعمل عمايل اللي تبرهن بها ذاتك، تبرهن بها روحك. الخوف الخوف يهربني من الدار، اللي ما عادش نمشي نروح للدار نخاف بينك نتريح مع عند اختي. اللي ما نتري برا. مش انك اللي برا. من هنا برشا حاجات.
إذا الخوف هو اللي خليك تنحرف من الأخير. كي نجي ونحلوا الوضعية الخوف من الشخص اللي كان هو ماسك بزمام الأمور اللي هي أختك وما كانش فما حوار بيناتكم بالمرة. فما برشا حوارات برشا وصلت تشيلي جريدة تخدي أختك جريدة في الدار. لكن هذه ما كانتش من اهتماماتك انك تقرا جريده في الدار. شو ما كانتش من اهتماماتك كي تجيب لك جريده في الدار؟ عقاب هذاك بالنسبه لي. عقاب جديد. معناتها ما تخلي ما تعمل معي بحق نتاع ربي مش نتكلم ما تخلي ما تعمل معي. لكن سايبه وسهله. سايبه وسهله، لكن هاجس الخوف هو اللي خلاك يمكن تمشي في ثنيه اخرى. مشكور حسام انك حكيت على تجربتك، يعطيك الصحه. ان شاء الله على كل تخرج من سن المراهقه المتاخره. والله جبت لي فكره موضوع سن المراهقه المتاخره، اكيد نحاولوا نحكيوا عليه، نحكيوا على زده لا كريز دو لا كارانتين دو لا سانكانتين اللي برشا رجال تعاني منها. هذا كله اكيد تنحاولوا نبرمجوه في المستقبل. باش نمشيو فاصل صغير ومن بعد راجعين باش نستقبلوا تليفوناتكم على 31 380 1058 550 706.